الاهلي يسقط في فخ الخساره قصاد سيمبا التنزاني في مباراه فيها توهان كبير من لعيبه الاهلي وتاليف اكبر من موسيماني. هنتكلم في كل حاجه عن مباراه النهارده، بس قبل نخش في الحلقه انزل اعمل لايك، واول مره تشوف ننزل اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد عشان نوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2021. ويلا بينا نخش نتكلم على الاهلي وسيمبا التنزاني. حطني رقم واحد في الهجاصين. الاهلي النهارده بدا بتشكيله الاربعه ثلاثه ثلاثه، ودي تشكيله انا ما شفتها على الورق يعني نوعا ما كنت مقتنع بيها، بسبب ان الاهلي في الاونه الاخيره بيلعب بره ارضه، او موسيماني بيحب يلعب بره ارضه بالثلاثه عشان يقفل الملعب على الفريق اللي قدامه وعلى الخصم اللي قدامه اللي بيلعب بره ارضه، مش عايز يخش فيه اجوان كتير. ولكن العناصر اللي انت طبقت بيها الاربعه ثلاثه ثلاثه مش مديك اي جدوى هجوميه ولا اي جدوى دفاعيه. هقول لك ازاي. واحد يقول لك في الكومنتات ازاي مش مديك جدوى دفاعيه، بظن انت اصلا عامل التشكيله دي عشان تقفل دفاع وتلعب دفاع كومباكت وتعمل ضغط دفاعي اللي تقفل المساحات وتديش يبقى مفيش مساحه ما بين الخطوط عشان تديش مساحه لسيمبا ان هم يشوطوا عليك مثلا او يعملوا تمريرات قصيره في منطقه جزائك، ولكن ده ما حصلش. اللي حصل ايه بقى؟ ان الاهلي بالثلاثي اللي موجود اكرم توفيق، حمدي فتحي، اليو ديانج، ثلاثي بتاع وسط الملعب مفيش حلول هجوميه، دي اول حاجه. اللي انت قتلت الحلول الهجوميه بالثلاثي اللي انت تلعب بيه في وسط الملعب، مفيش حد من الثلاثي تلعب بيه في وسط الملعب هياخد الكره ويكمل لك في الثلث الهجومي ويشغل لك بواليا واجاي وكهرباء. محدش فيهم هيعمل كده، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت في الشكل الدفاعي او الاهلي اللي هو كان بيرجع لورا او يقفل يعمل دفاع كومباكت ده برده ما كانش بيلعب، لان الاهلي طول المباراه ما بيلعبش بضغط على المنافس، بيلعب دفاع منطقه. انا هلعب وهقفل وهقفل المساحات وهقفل المساحات ما اديمش مساحه بس. وده اللي كنا شفناه طول الشوط الاول، ان نص الملعب بتاع الاهلي ما بيضغطش على لعيبه سيمبا التنزاني، وده كان مدي اريحيه كبيره جدا للعيبه سيمبا، مش نص الملعب بس، نص الملعب والمهاجمين ما بيضغطوش على لعيبه سيمبا التنزاني، وده كان بيدي اريحيه للعيبه سيمبا. ومع الوقت بوقت 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 لقينا لعيبه سيمبا بتاخد الثقه على النادي الاهلي، وبعد ما لعيبه سيمبا التنزاني خدت عليك الثقه ده ادى ان لعيبه سيمبا تمسك كوره عليك وتبتدي تلعب تمريرات بسيطه وتمريرات قصيره في وسط ملعبه، وكمان الثقه اللي خدوها ديا ما خلتهمش كمان ان هم يمسكوا الكوره بس، لا ده كمان لما كانوا بيفقدوا الكوره كانوا بيضغطوا عليك ضغط عالي وضغط شرس عشان يستخلصوا الكوره منك في نص ملعبك. فموسيماني كان محتاج ان هو ماشي العب بثلاثي في نص الملعب زي ما انت عايز، بس لازم حد من الثلاثي بتاع نص الملعب يكون عمرو السوليه او قفشه علشان يزيد لك في الناحيه الهجوميه، او علشان ياخد الكوره يبتدي يشغلك التلت الهجومي، لان انت التلت الهجومي ما بقاش شغال ما بقاش موجود، لان بقى في جاب كبير جدا ما بين التلت الهجومي والتلت نص الملعب والدفاعي، لان التلت نص الملعب والدفاعي بيحاولوا يعملوا دفاع كومباكت، بس انت مش عارف تلعب دفاع كومباكت اصلا. انت مش عارف تلعب دفاع كومباكت، واحد يقول لي ازاي مش عارف العب دفاع كومباكت؟ بص في لقطه الجول. دفاع كومباكت اللي انت بتبقى ضاغط نص الملعب وضاغط المدافعين وضاغط حتى معاهم الهجوم خط الهجومي، الفريق كله ضاغط على بعضه مش مخلي فيه مساحه، مخلي اللعيب الفريق بيلعب ككتله واحده علشان الفريق اللي قصادك ما يلاقيش ثغره انه يتحرك منها. ولكن اللي كنا شايفينه النهارده قصاد الاهلي ان الاهلي بيلعب بثلاثي في نص الملعب بيحاول يلعب دفاع كومباكت، ولكن في مساحات في نص الملعب. في مساحات في ظهر لعيبه نص الملعب. كنا بنشوف مساحات كبيره جدا ورا ديانج وورا حمدي فتحي، كنا بنشوفها كتير. واللي انت تلعب بالحته دي او اللي انت تبقى فيه مساحه في ظل انت بتحاول تلعب دفاع كومباك ادى ان انت تخش فيه الجون الشوط الاول. الجون اللي دخل فيه الشوط الاول جون سلس، جون لعيبه نص الملعب تتحمله بنسبه 90%، ان اللاعب يلف باكرم توفيق ومحدش تاني من لعيبه نص الملعب يبتدي هم يضغطوا ضغط شرس عليه اليو ديانج او حمدي فتحي، يخشوا يضغطوا على اللاعب ده ادى اريحيه للاعب اللي هو يلف ويشوط الكوره في المقص وجون. لولا اللقطه دي، لولا ان نص الملعب ما بيضغطش ما كنا شفنا جون النهارده لسيمبا، او لولا الاهلي كان يعني الاهلي يكون فايق النهارده في الناحيه الدفاعيه ما كنا شفنا جون النهارده لسيمبا. ولكن الاهلي الشوط الثاني كنت انا منتظر ان انت خرجت خلاص الشوط الاول خرجت منه خسران 1-0، فانت محتاج الشوط الثاني تنشط التلت الهجومي، تنزل لعيبه في التلت الهجومي، تنشط التلت الهجومي بتاعك، نص الملعب بتاعك يبقى فايق اكتر سواء دفاعيا او هجوميا، وتبتدي تنزل العناصر اللي من على الدكه تفيدك في الناحيه الهجوميه. طب تمام، موسيماني عمل ايه؟ بدا الشوط الاول، بدا الشوط الثاني عفوا، ان هو ما غيرش، فضل تقريبا لحد الدقيقه 60 او الدقيقه 65 لحد ما بعد يعمل تغييرات. والمفاجاه بالنسبه لنا كنت مستني تغييرات معينه، تنزل محمد شريف، تنزل مروان محسن، تخرج لاعب من نص الملعب وتنزل قفشه او الصينيه علشان يديلك الحل الهجومي، ولكن المفاجاه بالنسبه لي اللي انت ما بدات تنزل تغييرات، نزلت عمرو الصينيه ونزلت قفشه بدل بواليا وبدل كهربا. ده بقى اللي يسمى التاليف بعينه. موسيماني النهارده بيالف تأليف تأليف، يعني ده واحد واقف بره مش فاهم بيتفرج على ماتش تاني، مش دريان بالدنيا، ده مش معانا في المباراه. خرجت اتنين من التلت الهجومي وتنزل اتنين في وسط الملعب، طب ازاي؟
يعني انت بتلعب قدام سيمبا كده بالتشكيل اللي انا شفته، بعد تغيير قفشه وعمرو السوليه تلعب 4 5 1، بتلعب اوديه مهاجم لوحده ومفيش اي دعم هجومي ان انت تلعب بخماسي وسط ملعب. قفشه وقفشه وعمرو السوليه مش قادر يعمل لك التلت الهجومي اللي الوينجات بتعمله لك، فانت قتلت الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه برده ما كانش ليها اي جدول. لعيبه سيمبا كانت بتعدي نص الملعب، كانت بتدوس الكره في نص ملعبك بكل اريحيه وبكل سهوله. فانت عملت ايه بالتغييرين دول؟ انا مش عارف. هل موسيماني كان بيفكر ايه بالتغييرين دول؟ برضه انا مش عارف. موسيماني حب يصلح دوام في الشوط الثاني او بعديها بشويه لما نزل محمد شريف ومروان محسن بدل اجايه وبدل اكرم توفيق، بقى يلعب بثلاثي في الناحيه في نص الملعب عمرو السوليه وديانج وحمدي فتحي، وبيلعب بثلاثي هجومي قفشه وشريف ومروان. ولكن برضه ما عندش اي جدول. ليه؟ لان اللعيبه دي ما كانتش بتضغط. انت كنت محتاج عناصر في نص الملعب او عناصر في ارضيه الملعب تفيدك هجوميا، ومع العناصر اللي تفيدك هجوميا ضغط عالي وضغط شرس على لعيبه سيمبا، ما تديهمش اريحيه، ما تديهمش ثقه، اربكهم، خوفهم، ارعبهم منك. لكن ده ما حصلش. ده مش منظر فريق عايز يكسب المباراه. انت الشوط الثاني وكانك كنت بتلعب وانت كسبان الماتش، وكانك كنت بتلعب وانت متعادل، انت عايز تخرج بالنتيجه كده، او انت كسبان المباراه وعايز تحافظ على الهدف اللي انت جبته. وزي المعلق لما قال في المباراه، احمد الطيب لما قال في المباراه، ان انت لو شلت نتيجه الماتش وسالت اي واحد مش بيتفرج على الماتش ايه نتيجه المباراه دي، هيقول لك حاجه من الاثنين، يا اما الاهلي كسبان وبيحافظ، يا اما الاهلي متعادل وعايز يخرج المباراه كده. محدش يجي في دماغ الاهلي خسران بسبب الطريقه اللي بيلعب بيها موسيماني. 4 5 1 يا راجل، انت ما لعبتش بالطريقه دي قدام بايرن. الطريقه اللي انت لعبت بيها النهارده ما لعبتهاش قدام بايرن. موسيماني لحد دلوقتي من وجهه نظري الشخصيه انا مش شايف ليه اي بصمات على الاهلي. في ظل النتائج المميزه جدا، في ظل النتائج اللي عمال يعملها، خد افريقيا، خد تالت عالم، خد كاس، وهياخد سوبر افريقي، وهياخد سوبر مصري، ولكن انا مش شايف اي فايده لموسيماني، مفيش اي بصمه لموسيماني، وده قلقني. ده مخليني اللي هو لماذا يعني؟ اول مباراه بتلعب بيها بره ارضك بتخسر. بالمناسبه الاهلي تقريبا بقاله سنتين او ثلاث سنين ما بيكسبش بره ارضه في المجموعات. السنه اللي فاتت خسر من النجم، تعادل مع الهلال، وتعادل مع بلاتينيو، والسنه دي اول مباراه خارج ارضه بيخسر من سيمبا. بفريق بمناسبه سيمبا مش بفريق الهين، سيمبا فريق بيلعب كوره كويسه، سيمبا فريق عنده عناصر مميزه تضرب الفريق اللي قصادك. وسيمبا لو كان عايز يقعد في النادي كان سود في النتيجه، ولكن سيمبا حب يحافظ، خلاص ما نخش فينا جول، المهم نكسب ماتش 1-0 عادي جدا، بس ما نخش فينا جول. سيمبا فريق كويس، لكن الاهلي اللي ادى لكده، الاهلي اللي اداله الفرصه انه يعمل كده. موسيماني وتفكيره الغريب، تغييراته الاغرب، توهان لعبه الاهلي. حمدي فتحي كان تايه جدا النهارده في ارضيه الملعب، كان تايه جدا 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 النهارده في ارضيه الملعب. محمود وحيد لعب كويس، ولكن النهارده كان في حاجه غريبه، بيرفع عرضيات غريبه جدا، في الناحيه الدفاعيه برده ما كانش هو اللاعب المميز. توهان من لعبه الاهلي وتاليف من موسيماني وتغييرات غلط وتكتيك غلط وكل حاجه كانت غلط النهارده، ادت الاهلي يخسر ثاني مباراه ليه في دور المجموعات. عنده مباراتين جايين في تكلب في مصر وفي تكلب بره، بالمناسبه تكلب قدر يفوز على المريخ 4-1 في السودان، هارد لك لفريق المريخ. ولكن هنشوف المباراه الجايه موسيماني هيعمل مع الاهلي في افريقيا. انا من وجهه نظري ان موسيماني مش هيكمل مع الاهلي كتير، من وجهه نظري موسيماني مش هيكمل مع الاهلي كتير، وموسيماني ابتدى يهجص وابتدى يالف كتير قوي مع الاهلي. هارد لك الجمهور الاهلي، قدمت مباراه هي الاسوء للاهلي من زمان، من ايام لاسارتي الاهلي ما قدمش مباراه بالسوء دون. الاهلي النهارده بيذكرنا بذكريات مش كويسه، بذكريات الخمسه ضد الصن داونز، كان تقريبا نفس الشكل نفس الاداء، ولكن صن داونز ادى اللي هو يجيب جون واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لكسيمبا، النهارده احتفظ بجون واحد بس. هارد لك الجمهور الاهلي. المباراه اللي جايه ممكن الفوز للاهلي يعود، الاهلي يعود اكتر، الاهلي كده كده هيصعد مجموعه، بس سيمبا النهارده تعبه وارهقه. في الاول والاخر ده كان راي شخص واحد في مباراه الاهلي وسيمبا، قول رايك انت في الكومنتس، قول لي كمان توقعاتك، هل الاهلي يقدر يكسب؟ هل الاهلي يقدر يصعد كاول المجموعه، ولا سيمبا هيفجر مفاجاه ويصعد هو الاول والاهلي يصعد تاني؟ قول لي توقعاتك في الكومنتس، ولو عايز بيضا تخش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد، عشان يجي لك كمان فيديو الزمالك اول ما ينزل يجي لك انت اول واحد، وكمان عشان نوصل 5000 مشترك قبل ما ينتهي 2021. وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك وتويتر على تويتر، وكمان معاكم مصطفى شكرا، الحلقه الجايه سلام.